تسعى دولة الكويت بشكل دائم لمكافحة المخدرات وتوحيد الجهود للتصدي لها عبر الكثير من المبادرات والندوات التوعوية. وقد أقامت جامعة الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة ندوة توعوية لتعريف الطلبة حول مخاطر المخدرات وآثار التعاطي المدمرة. بالنظر لخطورة المخدرات واتساع مداها وتعاظم آثارها المدمرة وخاصة على فئة الشباب، فإن دولة الكويت لا تألو جهدا في التصدي لهذه الظاهرة. أحد أوجه هذا التصدي هو نشر الوعي بين الطلبة وخاصة في أروقة الجامعة والمدارس. الوسائل اللي الناس قاعد يتعاطونها، شنو الشغلات الجديدة اللي قاعد تحصل، الأعمار الصغيرة اللي قاعد تنجذب حق التعاطي، فمهم جدا من مركز الكويت لعلاج الإدمان كهيئة صحية أن هم نوع من التعريف للناس على أنواع المخدرات، شنو مشكلة الإدمان. مشكلة الإدمان مشكلة سلوكية، هي مو بس كمواد مخدرة، ولكن احنا قاعد نشوف مشاكل إدمانية سلوكية. مركز علاج الإدمان الكويتي قاعد يقدم كافة البرامج العلاجية والخطط العلاجية والطرق في اليوم تقديم المساعدات لجميع المرضى، وأيضا حتى الاستشارات الأسرية مع كامل السرية. وهذا اللي هو يحتاج اليوم يعني نوصل معلومة حق المجتمع الكويتي، أن الحمد لله اليوم قادرين نتعامل مع هذه الآفة الخطرة، ونقدر نوجه الأسر حتى لو في أي استشارة، تمام، بكامل السرية. بالنظر لخطورة المخدرات واتساع مداها وتعاظم آثارها المدمرة وخاصة على فئة الشباب، فإن دولة الكويت لا تألو جهدا في التصدي لهذه الظاهرة. أحد أوجه هذا التصدي هو نشر الوعي بين الطلبة وخاصة في أروقة الجامعة والمدارس. وزارة الصحة هناك الكثير من الخدمات التي تقدم من أجل خلينا نقول تقليل التأثير لمثل هذه المشكلة الصحية بالأساس، وأيضا المجتمعية. تطبيق مبادرة المدن الصحية هو واحد من الجوانب اللي تدعم أن يكون المجتمع آمن مستقر، يكون في استقرار نفسي اجتماعي مالي اقتصادي. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله يعني تطبيق المبادرة راح يسعد أو يسهم في تقليل العوامل التي تؤدي إلى الوصول لآفة المخدرات. ما في شك أن 90% ممن بدأ في طريق المخدرات بدأها عن طريق التدخين، فبالتالي الوقاية من التدخين ومكافحة التدخين هو أيضا أحد السبل التي تتبع. إذن هي حرب تخاض ضد المخدرات تستدعي استنفار كل الجهود وإشهار سلاح الإعلام والتوعية في وجه هذه الآفة الخطيرة. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.